شام قولي الحبايب نايوافونا قرب يجي تشرين خلي وحياة العمر ما حقني لولا نحن نطرنا وهني ما تجو يا شام يا شام يا طاير من فوق الشام نازل عبر صباح الخير لجميع مشاهدي الإخبارية السورية بنهار جديد من حياتنا بنترافق فيه ضمن محطتنا الصباحية مع ضيوف وأخبار وتقارير من سوريا والعالم. قبل ما نبدأ طبعا برنامجنا تحيتنا الأولى بنحملها لرجال الحق أبطال الجيش العربي السوري اللي عم بيقوموا بأقدس واجب وطني وبطولات كانت البوابة الأولى للأمان اللي عم نعيشه اليوم. صباح الخير لكم عن جديد مشاهدينا ويسعد صباحك ليا. صباح الخير يا زينة. صباحك وصباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية بهيدي الحلقة الجديدة من برنامجنا صباحنا غير يلي بيحمل تحية لكل سوري مؤمن بهاي الأرض وعم يكون من موقع عمله رديف لرجال الله بواسل الجيش العربي السوري لتبقى سوريا عم تنبض بالحياة وسط الأمان يلي عم نلتمسه أكيد كل يوم. صباحنا غير بلش مع ضيوف واختصاصات متعددة وفقرات عديدة ومتنوعة أيضا. خلينا نروح لفاصل ومنرجع منكفي ومنبلش فقرات صباحنا غير. نبدأ لي أخبارنا المنوعة والخبر الأول عن أحدث الدراسات اللي بتأكد إنه الوحدة بالفعل قاتلة حيث وجدت الدراسة إنه نقص الدعم الاجتماعي قد يدفع الناس لاتباع أسلوب حياة غير صحي وبتشير الدراسة أيضا إلى إنه شعور بالوحدة عم بيضاعف خطر موت النساء بسبب مشاكل القلب بحين عم يزداد احتمال تعرض الرجال للوفاة بسبب ضعف التفاعل الاجتماعي. يعني الوحدة صعبة اصلا فما بالك اذا كانت الدراسة بتشير انه هي ايضا بتسبب موت. الله يبعد الوحدة عن كل الناس يا زينب. رح نروح لعالم الروبوت حيث اطلق مؤخرا مربية الكترونية خاصة بالاطفال الصغار تحمل اسم ايبال وبتوفر هذه الروبوت راحة البال للاباء يلي بيضطروا لحتى يتركوا اولادهم ويطلعوا برات البيت لحالهم حيث ياخذ الروبوت الجديد شكل بشري ويتساوى بطوله مع طفل في الخامسة من عمره كما انه بيتحرك وبيرقص على عجلات وايضا فيه يقرا تعبيرات وش الطفل عبر تقنيات خاصه بهذا الروبوت. يعني اكيد روبوت بيبي ستر في تامن الست او الام بس قد ما كان ما فيها تتركهم على فتره طويله. اكيد ختام جولتنا المنوعه رح تكون بمجموعه من المعلومات الغريبه اللي رح نتعرف عليها سوا بفقره هل تعلم. معلومات كتيرة ممكن تمر بيومنا وبنحب نتذكرها ومعلومات بنجهلها وبنحب نتعرف عليها. هل تعلم أن الأشخاص غريبي الأطوار؟ يا
يعيشون حياة سعيدة أكثر من غيرهم؟ وهل تعلم أنه عند قياس ضغط الدم يجب عدم شرب القهوة، وذلك للحصول على قياسات سليمة ودقيقة؟ وهل تعلم أيضاً أن الذكريات ليست نقية 100%، فالعقل يقوم بإضافة بعض الحوادث؟ وأخيراً، هل تعلم أن مسك الأيدي وحضن من تحب يخفف من الآثار الجسدية والنفسية؟ زينب، هلأ صار الوقت لحتى نروح سوا ونقلب بصفحات التاريخ ونشوف مع بعض شو هي أهم الأحداث يلي تسجلت بمثل هاليوم. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يترك بصمة واضحة في سجلات التاريخ، ومنها ما يمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من العام 1885، وصول تمثال الحرية الذي جاء كهدية من الشعب الفرنسي إلى الشعب الأمريكي إلى ميناء مدينة نيويورك. وفي مثل هذا اليوم من العام 1940، القوات الفرنسية تستسلم لجيش إرفن رومل خلال معركة دنكرك. وفي عام 1987، منظمة إيتا الانفصالية الداعية للانفصال إقليم الباسك عن إسبانيا تعلن مسؤوليتها عن تفجير أكبر سوبرماركت في مدريد، والذي خلف 25 قتيلاً وحوالي 80 جريح. ومن أبرز الشخصيات التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من العام 1623، بليز باسكال، عالم فيزياء ورياضيات وفيلسوف فرنسي. في عام 1922، إيجي بور، عالم فيزياء دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1975. أما أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام 1993، ويليام جولج، كاتب بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1983. وفي عام 2003، عبدالله الطيب، أديب سوداني. صباحنا لسه بأول، يمكن سوا نشهد خلال ساعته القادمة على أحداث اتغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. ضمن حكاية اليوم، شخصيات كثيرة تركت أثرها بحياتنا، وشخصية اليوم قدرت تعمل فاصل التحول بعالم الحسابات. هو أول من اخترع الآلة الحاسبة باسكال، العالم الفيزيائي الرياضي، وأبرز محطات من حياته بهالمادة. بليز باسكال، فيزيائي ورياضي وفيلسوف فرنسي، من مواليد 19 من حزيران عام 1623 في مدينة كليرمونت. اشتهر بتجاربه على السوائل في مجال الفيزياء، وبأعماله الخاصة بنظرية الاحتمالات في الرياضيات، وهو من اخترع الآلة الحاسبة. استطاع باسكال أن يسهم في إيجاد أسلوب جديد في النثر الفرنسي بمجموعته الرسائل الريفية. أدت أعمال باسكال المهمة في مجال ضغط السوائل إلى إيجاد المبدأ المسمى قانون باسكال، الذي ظهر خلال الخمسينيات من القرن السابع عشر الميلادي. وينص هذا المبدأ على أن السوائل الموجودة في الأوعية المغلقة تنقل الضغوط الواقعة عليها من جهة معينة بشكل متساوي في كافة الجهات، كما يوضح العمليات التي تقوم بها ضاغطات الهواء والمضخات الفراغية والرافعات الهيدروليكية ورافعات السيارات والمضغط. ساعد تجارب باسكال على إثبات أن للهواء وزن، وأن ضغط الهواء يمكن أن ينتج عنه فراغ، وبذلك أزال شكوك العلماء في ذلك الوقت في إمكان وجود الفراغ. وخلال الخمسينيات من القرن السابع عشر الميلادي، قدم باسكال وعالم الرياضيات الفرنسي بيير دي فيرمات نظرية الاحتمالات وناقش بعض تطبيقاتها. صمم باسكال عام 1654 تنظيماً ثلاثياً من الأرقام يكون فيه كل رقم مساوي لمجموع الرقمين المجاورين له من جهة اليمين وعلى جانبه الأيسر في الصف الذي يكون أعلاه مباشرة.
ويمكن استخدام هذا التنظيم الذي سمي مثلث باسكال في حساب الاحتمالات، واخترع آلة حاسبة تؤدي عمليات الجمع والضرب. فيما عدا الهندسة المتناهية الصغر، عالج باسكال الهندسة الإسقاطية، وبدأ الاهتمام بالهندسة من عمر 12 عندما قرأ كتاب العناصر لإقليدس، وأكمل اهتمامه بشكل رصين منذ عام 1639 بالنسبة للدائرة والمخروط والكرة والأمكنة الهندسية لنقطة متغيرة، لكن الهندسة التحليلية التي عالجها ديكارت لم يهتم بها باسكال مطلقاً. لكن عمل باسكال في الهندسة لم ينال إعجاباً في عصره، فقد بقي حتى القرن 19 حين جاء بنسليه فأظهر أهمية باسكال. توفي في 19 من آب عام 1662. زينب، بفصل الصيف، بما أنه هلا داخلين على فصل الصيف، ممكن تكون الحرارة العالية هي مشكلة عم نعاني منها، لكن هالفصل بيعتبر مثالي للاستفادة من فيتامين دال، فيتامين الشمس بحسب ما يطلق عليه. أكيد الفيتامين اللي عم بمد الجسم بالطاقة وبيساعدنا على مواجهة حالات التعب والإرهاق المستمر يوم ضمن مساحتنا الطبية. رح نتعرف على فوائد الفيتامين دال بشكل أوسع ونحكي عن كيفية اكتسابه مع الأخصائية بمجال الأمراض الداخلية الدكتور تغريدة حمود. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح النور فيكم. صباح الخير دكتورة. يعني فيتامين دال على أهميته ونحن حكينا أكثر من مرة على هيدا الفيتامين، ولكن بالبداية خلينا نرجع نستذكر ونتعرف مع المشاهدين شو هو فيتامين دال. هلا مثل حضرتك ما حكيتي انه الفيتامين، او فينا نقول هلا هو التسميات الحديثه له هرمون، هو هرمون الشمس، هو اللي بنحصل عليه لما نحن بنتعرض لاشعه الشمس، بتكون عنده جلدنا القدره على تركيبه. اذا هو الفيتامين يلي بنحصل عليه بشكل طبيعي من تعرضنا لاشعه الشمس، مو طبعا بشكل مباشر، مو تحت الجلد غير قادر انه يصنعه اذا كنا نحن لابسين ثياب، وخاصه اذا كانت ثياب سميكه. طب خلينا دكتوره نحكي شوي انه بسوريا صار في تغير بالمناخ بشكل عام، صار حتى فصل الصيف فصل يمكن قصير نوعا ما. خلينا نحكي كيف فينا نكتسب فيتامين دال حتى لو ما تعرضنا لاشعه الشمس. هلا الحقيقه هو نحن بنقول انه التعرض طبعا هو مو بس بسوريا، هو يعني اوريدي نحن عنا نقص. انه نقص بايام الشتاء، يعني اشهر الشتاء اللي هي بنعتبرها انه من شهر تشرين الثاني لنهايه طويلة. شهر شباط او نهايه اذار، نحن بنعتبر انه هاي الاشهر هي بكل دول العالم ما فيها يعني شمس بتكفي. صحيح. يعني حتى بتكون اشعه الشمس ما الكره الارضيه، اذا نحن ما بنحصل بشكل طبيعي على الفيتامين د خلال اشهر الشتاء، بنقدر نحصل عليه بايام الصيف، وبنقدر نحصل على مخزون منيح، بس هذا المخزون كمان ما بيكفي اكثر من اخر مره بنتعرض له، ما بيكفي لاكثر من شهر. اذا هو بنقدر نحصل عليه من التعرض لاشعه الشمس باشهر الشتاء. نحن لحتى كيف بدنا نعوض هذا الحرمان من اشعه الشمس؟ بنعوضه باخذ المكملات الدوائيه اللي هي بتحتوي على الفيتامين د. فهذا الشيء لاحظنا طبيا وعالميا انه هذا الشيء بكفي، يعني خلال اشهر الشتاء بكفي. طبعا نحن كل ما كبرنا بالعمر كل ما بصير جلدنا، طبعا هي بنسميها تغيرات الفيزيولوجيه اللي لها علاقه بالتقدم بالعمر، كل ما كبرنا بالعمر نحن بصير جلدنا عنده نقص بالقدره على تركيب الفيتامين د. طبعا في حالات طبيعيه عند اشخاص معينه ما بيكون في عندهم قدره مثل اشخاص ثانيين، مثلا الاشخاص اللي عندهم جلدهم غامق، فالاشخاص اللي عندهم جلدهم لونه غامق قدرتهم على على الاستفاده من اشعه الشمس اقل من الاشخاص اللي جلدهم افتح منه، اذا هدول بيحتاجوا لدعم دوائي بالفيتامين د. كمان عندنا الحامل بتزيد الحاجه الجسميه لها للفيتامين د. طبعا الاشخاص البدينين بسبب تكون طبقه من الدهن تحت الجلد عندهم كمان بتزيد الحاجه للفيتامين د. حتى الاولاد الصغار هلا عم يعطون كمان لكن اول ما بيخلقوا هلا طبعا الاطفال الصغار لانه ما يعني هو لازم ياخذ كفايته من الام، بس لازم الام يكون عندها كفايه من الفيتامين د لحتى تعطي لطفلها الصغير. فنحن دائما بنوصي انه مثلا هلا مثل هلا نحن باشهر الصيف لحتى نحصل على الفيتامين د بكفي التعرض لاشعه الشمس بما يعادل من 10 ل 15 دقيقه مرتين اسبوعيا على الاقل.
الطرفين العلويين يعني الذراعين والطرفين السفليين يعني الساقين وال يعني ما فينا نقول انه شخص لابس مثلا نص كم ولابس مثلا شورت او تنوره طويله. تمام. طيب دكتوره يعني هلا كثير مننا بفصل الصيف سوري بفصل الصيف بنروح على المسابح او بنروح على البحر، فنحن بنعمل برونزاج وبرونزاج قاسي يعني فورا بدنا ناخذ اللون البرونزي هلأ. فممكن نحترق ويتبدل الجلد مع الاحتراق وممكن نقعد بساعات كثيره تحت الشمس. خلينا نحكي عن مدار هيدا السلوك وهل بيكتسب الجسم فيتامين د من القعده الطويله كثير؟ لا هلا مثل ما قلنا هو من 10 ل 15 دقيقه مرتين على الاقل، مرتين لثلاث مرات اسبوعيا بتكفي. بس نحن المشكله انه لما عم تحكي انه سؤالك حلو انه لما عم نروح على المسابح نحن شو بنعمل؟ بنحط كريم واقي للشمس وبنعبي جسمنا وايدينا ووجهنا وظهرنا، فنحن ما بنتعرض مع نحن ما بناخذ. اذا كمان الكريم الواقي للشمس هو احد الاخطاء اللي نحن بنرتكبها، ما يعني بتمنع انه جسمنا يستفيد من هالاشعه. طبعا هلا عالميا بينصحوا انه نحن ممكن نلبس مثلا قميص قطن خفيف يلي رقيق يعني سماكة النسيج تبعه كثير رقيقة، فهذا ممكن انه ما يمنع الاشعة انه توصل للجلد. طب خلينا نحكي دكتورة بحال كان في نقص بفيتامين دال بالجسم، شو الاعراض اللي بتظهر؟ هلا طبعا اعراضه هي نحن يعني رح نمشي فيها تدريجي شوي. اول شيء لنحكي عن اعراضه لازم نعرف شو بيعمل. اذا فات الفيتامين دال على الجسم طبعا هو الطليعة تبعيته لحتى يتركب هي موجودة تحت الجلد، تعرض للأشعة فوق البنفسجية بيحوله لنوع لمادة تانية، هاي المادة بتتعرض لعمليتين نضج ليصير فيتامين دال فعال عن طريق الكبد وعن طريق الكليتين. هلأ لما بيتكون عنا بالنهاية شكله الفعال ضمن جسمنا، فهو شو بيعمل؟ من جهة بيروح على الأمعاء، له مستقبلات بالأمعاء بيساعد على امتصاص الكلس من الغذاء، من جهة تانية بيروح على العظام بيحرض الخلايا اللي بتبني العظم فبيزيد من تثبيت الكلس بالعظم. حلو. وعند الأطفال يلي قبل سن البلوغ يعني اكتمال البلوغ بيساعد على نمو العظام طولا. هلأ لما بده يصير في عندنا نقص، إذا بدنا نبلش من مرحلة الطفولة نحن وماشيين، أكتر شيء اللي بيتضرروا من نقص الفيتامين دال هن الأطفال. طبعا هذا الشيء بلشت طبعا هون بلشت أول مرة بلشوا يلاحظوا إنه شو عم بيصير. مثلا لما بلشت الثورة الصناعية بلشوا ينتقلوا الناس من الريف ليعيشوا بالمدينة. هلا بالمدينة هن شلون عاشوا؟ عاشوا بالمدينة ضمن بيوت مغلقة، هالبيوت تحتوي على شبابيك صغيرة. فشو بلشوا يلاحظوا هي ببداية الثورة الصناعية؟ بصاروا يلاحظوا إنه الأطفال اللي عايشين بالمدن رجليهم عم تكون مقوسة، يعني هو هذا مسميه الكساح أو الخرع، هذا نقص فيتامين دال. بينما الأطفال اللي عايشين بالريف واللي عم يلعبوا برا وتحت أشعة الشمس كانت أجسامهم طبيعية وكانت أجسامهم قوية. فهم بلشوا يدوروا إنه شو المشكلة، وين المشكلة، وبلشوا يفكروا إنه خليهم يتعرضوا لأشعة الشمس. طبعا هذا الشيء إنه نحنا لما نقص الفيتامين دال بجسمنا نقص تركيب أو تثبيت الكلس ضمن العظام، طبعا بسبب نقص امتصاصه عن طريق الأمعاء، فهذا الشيء خلى العظم هش، خلى العظم ما في قوة، ما في تمعدهم بكفي، فلذلك بصير بيتقوس من حمل الجسم. طبعا طفل صغير كلنا بنعرف انه جسمه بالاعلى اتقل من رجليه، مو مثل عند الكبير لسه ما بيكون في توازن. لذلك بنلاحظ انه عند الاطفال بنلاحظ تقوس الساقين، هذا الشيء اللي بيشير له. بنلاحظ انه سماكه عظم المعصم رقيقه، العظم تبعه رقيق بيكون رقيق. يعني ما في سماكه بيكون كتير نحيف عظمه. دخل سمك العظم ورقه العظم بفيتامين د؟ طبعا هي يعني احد علامات اللي عظمهم تخين ممكن يكون العظم عندهم انه غالب هو الفيتامين دال معاش هو غالب يعني اللي عندهم نقص فيتامين دال بتلاقي عندهم عظامهم نحيفة ورقيقة كتير. نعم. هي عند الاطفال لانه بلشنا انا وليا نلمس عظامنا. هلا اذا بلشنا طبعا مع التقدم يعني بالعمر عند الكبار مثلا غالبا هون احساس بالتعب والوهن، لانه العظم ما بيكون فيه تمعدم بكفي. صحيح. ما في فيتامين د، ما في تثبيت للكلس، ما في عظم تمعدنه قوي، لذلك بدنا نصير نشكي من تعب ووهن عام بالبدايه. طبعا هو الاعراض طبعا هي بالنسبه للعظم، طبعا مثل ما قلنا نقصه بده يسبب نقص بالكلس بالجسم. طبعا نقص الكلس بده يخلي العضلات ما عم تتقلص بشكل بكفي، لانه الكلس هو العنصر المعدني او الفيتامين المعدني يلي بيساعد على تقلص العضلات وبيساعد انه تكون عضلاتنا قويه وعضله قلبنا انه عم تنبض بشكل جيد. طبعا ببلش اذا نقص تمعدن العظم، نقص بالقوه العضليه، بنصير بنحس بالتعب والوهن العام. هلا اذا تطور النقص عنا مع الوقت هون بنصير نبلش نشكي من الالام العظميه. فالشخص بيجي احيانا احد الاعراض
انه انا عندي عضلاتي عم تجعني، عظمي عم يجعني. طبعا عند السيدات الكبار بالعمر والوزنهم كتير زايد ممكن، وحتى احيانا عم نشوفها حتى مو هي عندي اللي وزنهم كتير زايد، بتجي بتقلك انه سفل ظهري عم يجعني، لانه العمود الفقري هو اللي عم يحمل جسمنا، والعظم صار عنده هشاشه، ما عاد عم يقدر، ما في ما في ما في تمعدن بكفي. فاذا بيجوا بيشكوا انه سفل ظهري عم يجعني، او عن مفصل وركي عم يجعني، لما بمشي عم حس انه ما عم يحملني جسمي. فهي هي الاعراض الاساسيه اللي بيشكوا منها. نعم. طب دكتوره، يمكن هلا كل حدا فينا عم يسمعك او هي بيقول انه لازم خلص هلا بيروح الصيدليه وبجيب فيتامين د وبصير بياخذ منه حبوب، هل بيتاخذ بدون وصفه طبيب؟ وقد المده الزمنيه لازم يتاخذ؟ خلينا نحكي عن الجرعات الدوائيه لفيتامين د كيف بتتاخذ بالنسبه للسيدات وللرجال ايضا؟ هلا هو اللي بنحكى بال يعني علميا، من الناحيه العلميه، انه نادرا ما نقدر نوصل للجرعه السميه، يعني جرعه سميه كثير كبيره. حتى نوصل للجرعه السميه بدنا نكون اخذين يوميا كميات كثير كبيره من الفيتامين د. هلا احنا بنحكي بالاشياء بالحاجه اليوميه. طبعا مهما كان غذائنا جيد، مهما كان غذائنا جيد، ما بيعطينا اكثر من 20% من الحاجه اليوميه. يعني الغذاء تبعنا بيأمننا، اذا كان غني ما في سوء تغذيه، ما في نقص الغذاء، بيعطينا 100 ل 200 وحده. اذا بلشنا عند الاطفال صغار، يعني فينا بنقول الاطفال يعني بعد مرحله 3 سنين، هدول بحاجه وسطيا من 1000 ل 1500 وحده يوميا. نحن الكبار البالغين بدنا على الاقل من 2000 ل 4000 وحده يوميا. مهما كان غذائنا غني، طبعا هي الجرعه اليوميه تقريبا انه ما نتجاوز ال 4000. لما بتصير اشهر الصيف مثلا مثل هلا حاليا، نحن بتصير خلاص نحن بناخذ حاجتنا فبنخفف الجرعه. بس مثل ما قلنا في اشخاص هنن عندهم لازم نعطيهم ولو اذا كان اشهر، لانه ما عاد بيقدروا يصنعوا. مثل ما قلنا الكبار بالعمر هن اكثر تعرض للاصابه، انه ما عاد ما بيقدروا يصنعوا، واللي ما بيشربوا كثير كمان مثلا الحوامل والمرضعات هذول بيحتاجوا اكثر انه نعطيهم فيتامين د للدعم. وعند الاشخاص اللي جلدهم غامق، فحتى لو كان اشهر الصيف هذول لازم دائما نتابعهم. طب خلينا نحكي كمان دكتوره، في دراسات اخيره قالت انه فيتامين د يقي من سرطان القولون، فخلينا نحكي هل صحيح هذا الشيء؟ هلا انا يعني طبعا هلا هو هلا هي دراسات، يعني بنقدر نعتبرها انه دراسات وبائيه، اما لسه لحد الان ما في اثبات علمي دقيق لهذا. نعم. شائع الانتشار. نعم دكتورة، يمكن دراسات كتيرة بتنزل على الانترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفيديوهات كتيرة، يمكن منها بتكون صحيحة ومنها بتكون غير صحيحة. يعني بناء على حكيك اليوم، قديش الناس لازم كمان تنتبه انه مو كل شغلة بتنزل لازم هي تتنفذ، ومو طبعاً كل شغلة بتنحط على الفيسبوك يلي شاغل العالم هلا حاليا ينفذ. لكل جسم له حالته الخاصة. وايضا لازم نرجع للدكتور، مثل ما قلنا انه ما في اثبات علمي انه نحن عنا فعلا ربط دقيق ما بين التطور بعد الامراض السرطانيه اللي عم نشوفها حاليا بعصرنا الحالي وما بين نقص الفيتامين د. هلا هو الشيء المتعارف عليه حاليا انه هو شائع الانتشار، يعني اكثر نحن ما بنتخيل انه نقص الفيتامين د. بس طبعا بزياده مثلا وجود في بعض المقالات الوبائيه اللي عم تربط ما بين عوز الفيتامين د مثلا وتطور سرطان الثدي عند النساء، نقص الفيتامين د تطور سرطان البروستات او بعض السرطانات. حتى في دراسات بتقول انه نقص الفيتامين د له علاقه مع تطور امراض القلبيه الوعائيه والوفيات والاحتشاءات القلب مع تطور. هلا في دراسه صارت بفنلندا ربطت فعلا انه جابوا اطفال من عمر 10 سنوات عطوهم ما يعادل 2000 وحده يوميا من الفيتامين د وتابعوهم لمده 30 سنه، لاحظوا انه انخفضت نسبه تطور السكري النمط الاول بنسبه 70% عند هذول الاطفال. اذا ممكن انه نحن طبعا هاي دراسه مثبته علميا لانه اشتملت على اعداد كبيره من هاي دراسات وبائيه، عم لاحظ انه في علاقه بس لسه ما في اثبات علمي دقيق. طب شو النصائح الاخيره اللي بتوجهيها لكل سيده وام جديده حتى فعلا تستفيد من حضرتك بشان فيتامين د؟ انا الشيء اللي بنصحه انه نحن بلاد الشمس، هذا الشيء اللي كله بيحسدنا عليه، فلازم نستفيد من هاي النعمه اللي عندنا موجوده، لازم نعرض اطفالنا لاشعه الشمس ولازم نحن نتعرض لاشعه الشمس ونستفيد من هالشيء اللي الله عطينا. لازم نكتر بندوره.
لازم نكتر تعرض لأشعة الشمس. تماما. بس طبعا لازم مو بزيادة. والخضار والفواكه الموسمية كمان طبعا الأشياء الطبيعية، يعني في شيء نحن بنقدر نحصل عليه بشكل طبيعي من البيئة اللي حوالينا، من الطبيعة اللي موجودة حوالينا. نعم دكتورة، نحن كتير بدنا نتشكرك وشكرا على كل الفائدة اللي قدمتيها لنا وللمشاهدين، وشكرا كتير لحضورك. ميرسي. شكرا لكل المعلومات اللي عطيتينا اياها دكتورة. وهلأ أكيد رح نروح لتقريرنا التالي. يوم مفتوح للأطفال والهدف رسم البسمة على وجوههم، هو الهدف من المبادرة اللي نظم فريق صبايا حمسة التطوعي بالتعاون مع جمعية نبض سوريا اللي ضمت أبناء الشهداء. مسابقات وهدايا رصدنا مراسلنا بمحافظة حمص أسامة ديوب من تبع سوا. بهدف رسم البسمة والبهجة على وجوه الأطفال وبمناسبة عيد الفطر، نظم فريق صبايا حمص التطوعي بالتعاون مع جمعية نبض سوريا يوما مفتوحا في الهواء الطلق للأطفال من أبناء الشهداء والمهجرين، تخلله ألعاب ترفيهية متنوعة ومسابقات وهدايا. تقديرا منا للتضحيات يلي قدموها الشهداء، حبينا نعمل هاي المبادرة لأطفال الشهداء وللأطفال المهجرين يلي انحرموا فرحة العيد 7 سنين بظل الأزمة، فحبينا نعطيهم هاي الفرحة وناخذ منهم الأمل. شفنا بعيونهم الأمل والفرحة اليوم بظل هذا الشيء يلي عم نعمل لهم اياه. هاي الفعالية اليوم مناسبة عيد الفطر السعيد، عملناها نحن جمعية سوريا بالتعاون مع صبايا حمص التطوعي لنزرع البسمة على وجوه الأطفال. اخترنا هذا المكان ليكون مكان واسع بعيدا عن المراكز المغلقة أو المركز عنا، فلنحسسهم بالأمان أكثر، بالثقة أكثر. الأطفال أعربوا عن سعادتهم بقدوم العيد، حيث تشاركوا الألعاب التفاعلية فيما بينهم. كل عام وانتم بخير، وبدي وجه تحية لأبطال الجيش العربي السوري، وإن شاء الله ترجع البسمة لكل أطفال سوريا. كل عام وانتم بخير، نحن هلأ بعيد ومبسوطين كتير. نشكر جمعية نبض سوريا وصبايا حمص التطوعية اللي رجعت لنا الفرحة والبسمة على وجوهنا. شكرا لكل من قام بهذه الفعالية الرائعة التي أعادت الابتسامة لوجوه أطفال سوريا المشاركين في جمعية نبض سوريا. كل عام وانتم بخير لكل العالم موجودين بسوريا، وأنا بتمنى تضل الفرحة على وجه الأولاد الصغار ويضلوا مبسوطين طول عمرهم. أبناء الشهداء أمانة في أعناقنا، كما الوطن أمانة في قلوب آبائهم الذين ضحوا بدمائهم لتبقى سوريا عزيزة شامخة نابضة بالحياة. وهلأ صار الوقت لحتى نروح بجولة على أبرز الأخبار الثقافية المحلية والعالمية، والبداية من محافظة حلب وخاصة قلعة حلب يلي بتعتبر من المعالم الأثرية والأهم بالمدينة، وهي أحد أكثر الأماكن المدهشة للعمارة والتي حافظت على جمالها عبر التاريخ لتفتح أبوابها أمام الزوار بأيام عيد الفطر المبارك بعد أن نفضت عن كاهلها غبار الإرهاب بفضل تضحيات أبنائها وأبطال الجيش العربي السوري. تفاصيل أوفى متابعة مع مراسلنا بحلب وليد هناي. قلعة حلب المعلم الأثري الأهم في المدينة، حافظت على جمالها عبر التاريخ وصمدت أسوارها عبر قوة وعزيمة الجيش العربي السوري، تعود اليوم لتفتح أبوابها أمام الزوار بعد إعادة تأهيلها وتنظيفها من غبار الإرهاب بعدما أغلقت منذ منتصف عام 2012 لحماية تصاميمها الفريدة من الداخل. بعد أن تم تأهيل مكاتب قلعة حلب والانتهاء من ترميم المدخل قلعة حلب، بذلك بمبادرة من جمعية مبادرة أهل حلب تم الاتفاق على أن يكون أول أيام عيد الفطر هو اليوم الأول لاستقبال المواطنين، وخاصة المواطن الحلبي. بتعرف الشعب الحلبي متعلق جدا بقلعة حلب وهو تعني الشيء الكثير له، وكان فعلا الشيء لا يوصف. يعني العالم منذ الساعة 8 صباحا واقف على مدخل قلعة حلب من أجل أن تدخل إلى هذه القلعة.
افتتحت القلعة ونرى سيول بشري هائلة. يعني اليوم الأول 5000 زائر، اليوم الثاني 7000 زائر، والعدد بالزياد. طبعا اعتبارا من يوم الاثنين سيتم قطع تذاكر للزوار، وهو أجر رمزي، يعني قيمة رمزية للبطاقة. وقلعة حلب مهمة جدا، بادرة جميلة جدا يعني، وحلوة جدا يعني، ونتمنى يعني انه يظل الاهتمام المواطنين انه ما يخربوا ما يسووا اي مشاكل، وان شاء الله يعني تعود لسوريا مثل اول واحسن ان شاء الله تعالى. نحن اشتقنا ل يعني لاماكننا، لمسقط راسنا، محل ما ربينا وعشنا وقضينا احلى الايام، حبينا على أحفادنا كمان بنفس الوقت يجوا يشوفوا يعني على أرض الواقع. قلعة حلب يعني رمز كل شيء حلو بحلب، المسرح الحلو، قاعة العرش، حبس الدم، المناطق الأثرية، المسرح اللي إحنا هلأ موجودين فيه يعني، والحمد لله رب العالمين كان يعني شيء مثل الحلم يعني، والحمد لله تحقق يعني. هي قلعة حلب التي أبهرت العالم سواء بطرازها المعماري الفريد أو بصمودها ووقوفها سداً منيعاً لنحو 6 سنوات أمام عاتة الهجمات البربرية التي نفذتها المجموعات الإرهابية المسلحة باتجاهها. من داخل قلعة حلب، وليد هناي، الإخبارية السورية. لمحافظة العدقية مع فعاليات مهرجان بسمة الطفل بدورته الخامسة التي تقيمه جمعية أسرة مسرح الطفل بالتعاون مع مديرية الثقافة باللاذقية على مسرح دار الأسد للثقافة والفنون، ويتضمن المهرجان حفلات غنائية بمشاركة أطفال سوريين برعوا في برامج اختيار المواهب الغنائية وعروضا مسرحية متنوعة ومسابقات في الرسم والشطرنج والفصاحة والخطابة. وقدمت الفرق الفنية المشاركة بفعاليات المهرجان خلال الافتتاح سكتشات مسرحية وغنائية للتعريف بالعروض التي ستتوزع على أيام المهرجان الأربعة. ورح ننتقل لخبرنا التالي. زينب، مع حب القراءة والمطالعة يلي رافقت معلم وشاعر عراقي يبلغ من العمر 71 عام، فبعد إحالته للتقاعد لم يتوقف شغفه بحب الكتب والمطالعة، لكنه شغل نفسه بهواية القراءة وحول جزء من بيته بمدينة سليمانية بالعراق لمكتبة للأطفال بتضم نحو 40,000 كتاب. شاعر أمين صبان، افتتح هذه المكتبة التي تضم أكثر من 40,000 كتاب مثل ما ذكرنا، معظمها من مؤلفاته ومن مؤلفات أخرى أيضا، الأطفال والتربية والدواوين الشعرية والفلكلورية. فتحت هالمكتبة ما شاء الله ب40,000 كتاب، قسم الكبير من مؤلفاتي، وعدي 27 مؤلفات، أكثرية أدب الأطفال والتربية والدواوين الشعرية والفولكلور. 96 المكتبة موجودة، لكن رسميا صار 6 سنوات، صار 6 سنوات مفتوح، ومن ذاك الوقت لحد الآن أني بالخدمة المكتبة، وإن شاء الله أداوم بحول الله.
إلى متحف فيفا العالمي الذي يفتتح معرض يحمل اسم صانعو التاريخ، حيث سيتم تحويل واجهة صالة عرض بموسكو للوحة نتائج كبيرة لكأس العالم بروسيا عام 2018، مما سيسمح للجماهير بالشارع بمتابعة نتائج البطولة بالإضافة للتعرف إلى أكثر على تاريخ البطولة والثقافات المختلفة للجماهير التي تجعل البطولة حدثا فريدا، وكذلك إلقاء نظرة على الأشياء التي كان يستخدمها اللاعبون المشهورون مثل ليف ياشين وبيلي ودييغو مارادونا وغيرهم. ختام جولتنا الثقافية لليوم مع انطلاق فعاليات معرض أرت أوفال للفنون في سويسرا الذي يقدم أغلى وأجمل لوحات الفن المعاصر، حيث يشارك فيه العديد من الفنانين التشكيليين. وبيجتذب المعرض أيضا هو جمع الأعمال الفنية الكبيرة من كافة أنحاء العالم، كما بيحتوي على لوحات فنية لأكثر من 4000 فنان، ليظهر هذا المعرض البراعة بالتاريخ القديم والحديث ويستكشف أفكار وأعمال بالفن والنحت. خلينا نشوف سوا. هاي كانت جولتنا الثقافية لليوم، فاصل ومنتابع بقية فقراتنا.
الشغف شكل شرارة البداية لموهبة قدرت وبوقت قصير انه تثبت وجودها وتاخد مساحة خاصة على الخريطة الدرامية، ومع كل خطوة كانت الموهبة عم ترسم ملامحها لتكون موجودة. التجربة القصيرة بالمدى رفقت قوى حضور وأدوات تمثيلية هامة. بالموسم الرمضاني الحالي بدأ الإبداع من الورق وصولاً لسحر الأداء أمام كاميرا المخرج محمد زهير رجب عبر مسلسل الغريب. الفنان على عساف تجربة شابة مثيرة للاهتمام. رح نحكي عن خيوط النجاح وصولاً للتجارب الدرامية المميزة لهالموسم. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. يسعد صباحك. مبروك كمان المسلسل. الله يبارك فيك يا رب. إن شاء الله ألف مبروك النجاح يلي حققته. هيدا النجاح المشترك ونجاح أكيد لكل السوريين، لكم وللكل أيضا. خلينا بالبداية نحكي عن مشاركتك بكتابة نص مسلسل الغريب. والله هو الحقيقة يعني هو الكاتب الأصلي الأستاذ عبد المجيد حيدر هو الكاتب الأساسي للعمل. أنا كان إلي شغلات ما بينحكى فيها يعني يعني كان يعني في شيء مهم ولكن الأهم عند الأستاذ عبد المجيد. يعني هو اللي رسم البنية الأساسية للعمل. بس بالرغم من كل شيء حاولنا نص الغريب نحوله لطابع إنساني أكثر، لعلاقات إنسانية نلامس الروح قبل ما نلامس العقل. عرفتي شو يعني؟ يلامس الواقع أيضا. هو طبعا بيلامس الواقع بس وقت اللي بدنا نقرب من الواحد بدنا نقرب العواطف. عرفتي؟ فحاولنا نزرع علاقات أبوية، حاولنا نعمل شيء إنساني. في ناس عشنا معهم، يعني في ناس وقت اللي انضروا بهذا المسلسل المشاهد بكي. عرفتي شو؟ هذا كله فعلا تعبنا لوصلنا يعني شعرة بين تكنيك الكتابة وبين تكنيك الإحساس. عرفتي شو؟ الحمد لله قدرنا نوصل له. يعني من الأصداء اللي اجتنا إن كان على الموبايل، إن كان على الكومنتات على الفيسبوك، أي قرنة بنزلها تلاقي فلان عم يسألني نضال وأمل رح يتجوزوا، فلاني وفلان رح يرجعوا، شو رح يصير بفلان، شو رح تأثر الشارع كتير بالشخصيات. يعني في تفاصيل مرأة مرور الكرام عند المشاهد ما مرأت مرور الكرام. يعني تابع بعمق، يعني كل همسه بهذا المسلسل تابعت. طب خلينا نحكي شوي علاء، يمكن كثير من النصوص هلا اللي عم تجذب المخرجين وحتى المنتجين خلينا نقول هي النصوص اللي عم تعتمد على القصص العاطفيه الخياليه او قصص الحرب بطريقه ما. شو اللي خلاك تعطي افكار بمسلسل الغريب؟ خلينا اسال بدور الكتابة لنخلص منه ونبدأ بالأداء. يعني شو هي الأفكار اللي خلتكم تكتبوا مسلسل الغريب، هذا من النسيج الاجتماعي خلينا نقول اللي هو قصة بتصير بكل بيت سوري، يعني بتلامس المواطن بشكل ما. هلأ اللي دفعنا هو فعلا أنه نحن عم نفتقر لا 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 لمسلسلات. يعني صار لنا زمان ما شفنا مسلسل يعني العائلة كلها تحضره. لأنه من زمان نحن ما شفنا هذا المسلسل. نحن عم نتفرج على أعمال ما بتحكي شيء. في مسلسلات ولا إلى أي مقولة. هذا المسلسل يعني شخصية كمال مسلم، إن كان أب فبكل بيت في كمال مسلم، وكان خال فبكل بيت في خال. هي الشخصية لعبت عواطف أبوية، لعبت عواطف الخال، لعبت عواطف الأخوة. كان ناظم للعمل بطريقة أنا برأيي التكنيك اللي لعبت فيه شخصية كمال كانت كثير مهمة. ويمك عن الكتابة، يعني كتب شخصية مكتوبة منيح بس التكنيك الأسلوبية اللي لعبت فيها شخصية كمال كانت قربت منها. عرفتي شو؟ فالعواطف هي اللي مفتقد لها. أنت وتتفرجي على كمال بتحسي أنه أنت عندك كمال بالبيت. العلاقات الأسرية اللي عم بيحبوا العالم ما يشوفوها حقيقية والواقعية، لأنه ما فتقدينها. نعم. هلا خلينا نروح ونشوف مشاهد من مسلسل الغريب ومشاهد. هو شلون المفروض يكون الحكي بيناتنا؟ بطل إلي لازمة بحياتك، ما هيك؟ شاهد، هي القصة مو إنه أنت إليك لازمة أو لا، هي القصة إنه اثنين بيحبوا بعض وخلص. عوفت يا عرب. لك أنت شو صاير لك؟ شبك؟ ليش هيك عم تحكي معي؟ شاهد، بعرفك ذكية وبتفهمية على الطاير، شو اللي ما عم تفهمية علي أنا ما عم استوعب. طيب اشرح لي، فهمني. لك مو على أساس أنا البنت اللي لقيتها بدك تكمل حياتك معها؟ شو اللي تغير هلا؟ طلعت غلطان. غلطان يا أمة الله. بدي تحسب كل عمري على هالغلطة؟ المصيبة إنه أنا وأنت
من يوم يومنا بنتخانق وبنرجع بنتصالح، بس إلا هالمرة في شي غلط صاير بالموضوع، ما عم بفهمه شو هو طارق. يا عفو الله على المصيبة. يا بنت الناس، أنت حدا بيحب ينكوش المشاكل من تحت أظافيره نكوشة. أنا ما عاد قدر أتحمل نمط حياتك بالفترة اللي حضرتك قررتي إنه نحن نبعد عن بعض. فكرت لقيت إنه نحن مو ظابطين مع بعض، الكيمياء اللي بيناتنا مو ظابطة. شهد أنت واحد كذاب، في وحدة تانية بحياتك. أول شي بتحترمي حالك وأنت بتحكي معي وبتزيني ألفاظك كتير منيحة. إيه لا يا سيدي، ما بدي دير بالي على ألفاظي ولا بدي احترم حالي. طارق أنت في وحدة تانية بحياتك ولا لا؟ على يعني كنا عم نحضر هيك مشاهد من مسلسل الغريب. شخصية طارق بما أنك شاركت بالكتابة، أنت اخترتها، حسيتها بتلامسك بشي، ولا انعرض عليك الدور ووافقت عليه لأنه حسيت أنه فيك تأدي بشكل صح؟ يعني شوفي، خليني أحكي عن شخصية. أول شيء لا، مو أنا اللي اخترتها أكيد، بس شخصية طارق على الورق هي أكثر شيء كان مقرب مني. شخصية طارق وقت اللي انعرضت علي الحقيقة انبسطت. يعني شخصية صعبة، يعني طارق، نحن وقت اللي بنمثل بندرس تاريخ الشخصية. طارق اليوم بيتفاجئوا العالم انه حركات ايديه ليه هيك، ليه عم يطلع هيك، ليه بيحكي بهي النبرة. طارق تاريخ الشخصية حدا يتيم، حدا محروم، وعنده اختين بنات، هو عم يعيش بمورد مادي يعني من اخته، لا طارق بيتقبله ولا المجتمع بيتقبله. وفوق هالشيء هو نوعا ما بيعرف اول شيء، ببلش يتعرف لحتى تكتمل الصوره بباله. ففي شيء تصاعدي، تاريخ الشخصيه عنده هو حدا مكبل، حدا بده ينطفد ما قدران ينطفد. يعني حتى علاقته مع 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 اخته الصغيره اللي بده يسيرها مشان ما تمشي بمنهج اخر، ومشيت منهج اخر كانت شراره. علاقته مع 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 يارا هي البنت اللي طارق متكئ ما بيقدر يخزلها، وفي بنت تانية كمان بدها تورطه لطارق، كمان كتلة متناقضات رهيبة كان طارق. فالحل كان انه نحن نشوف تاريخ هي الشخصية ونبني من الماضي ما يقال معالم للشخصية، لنشوف هي شخصية شلون بتحكي، شلون تضحك، شلون تطلع. قام لقينا انه الافضل انه طارق نعمله نوعا ما مكبل لحتى تكون الانتفاضة تبعه اخر شيء مقبولة عند المشاهد. عرفتي؟ نعم. شو على يمكن بتحس انه هلا صار في الممثل الشاب انه هو يختار الدور الملائم له والانسب له؟ يعني احنا وصلنا بمرحله من مثلا حضرتك موصل لمرحله انه انت فيك تختار هي الشخصيه، مثلا شخصيه طارق اللي انت درست تفاصيلها وتعمقت فيها وعشت الحاله قبل ما تفوت على الدور. قديش مهم هي الحاله وقديش مهم تختار شخصيه تناسب بروحك؟ هلا بعد طارق صار فيني اختار. عرفتي؟ أوكي. شو لكن نحن يعني في ناس عم تختار، في ناس ما بتقدر تختار. طب ايه احسن، ان المخرج يشوفك بعينه ولا انت اللي تختار؟ لا انا ما اخترت شخصيه طارق. بس انا بختار اني اشتغل شخصيه طارق ولا ما اشتغل بالمسلسل اساسا. أوكي. يعني اليوم انت في عندك شباب عندهم ادوات مخيفه، بس ما ظاهره، ما انه مصدر للعالم. شاب يملك ادوات متعوب عليها، مضطر ياخذ 10-15 مشهد بس ليظهر. في ناس عم تشتغل بس مشان لقمه العيش. صحيح. فبالنهايه هذا مو بمحل انه يختار، هذا محل بده يشتغل قرار. لكن بعد فتره كله راح يختار اكيد. علاء، طب خلينا نحكي شوي على الوجوه الشابه بالفتره الاخيره. عم نلاقي في وجوه شابه جديده عم تظهر على الساحه الدراميه وعم تبدع بادوارها، لكن دائما بيكون على السوشيال ميديا في مساحه للنقد، بما انه اول المهاجمه خلينا نقول لاي موهبه عم تطلع، بدل ما انه تكون منبر للتشجيع للممثل السوري او اي موهبه سوريه عم تكون. دائما عم بيكون استخدام السوشيال ميديا بمطارح معينه هو شيء خاطئ بدعم مواهب سوريه او دعم ممثل او حتى الانتقاد بشكل ايجابي. يعني ما بعرف الحقيقه شو بدي اعلق على هذا الموضوع بالذات. يعني منابر غير مسؤوله صفت. يعني مو اي واحد بيقدر ينقد بلا رقابه. يعني اللي عم يدرس نقد
سنوات مشان يجي يدرس هذا العمل ويشوف توجه العمل ويشوف هاي الشخصية ويشوف منهجية يعني هذا بيقدر يحكي. وفي أمور علاء يمكن ما بيعرفها العالم أو المشاهدين، إنه في كاميرا، في رهبة مخرج، في رهبة في كمان ظروف. في ظروف معينة. إيه طبعاً طبعاً، ما أنا مو هذا اللي عم حاكي، العالم المشاهد اللي عم يشوف إنسان طيب. صحيح. لا بيعرف رهبة كاميرا ولا بيعرف كل هدول القصص. مزبوط. لكن أنا عم أقول إنه الواحد وقت اللي عم ينقد النقد دراسة. صحيح. اليوم اللي ما لازم ينقد عم ينقد، واللي ما لازم يغني عم يغني، واللي هيك صفة القصص. يعني 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 مخلفات أزمة، هدول ناس فعلا مخلفات أزمة. عندي رفيق لي عم يقول لي افتح على اليوتيوب، عم يسبوني 3 حلقات ورا بعض عم يسبوه. قال لي بس شوف لي وين طالع بالحلقة. أنا فتحت الحلقات مو طالع، هذا الزلمة عم ينتقده وهو مو طالع، أدوات نقد ما عنده. طيب شلون مو طالع؟ هاي اكتشفنا بعدين انه هدول كلياتهم مكاتب. يعني اليوم طبعاً. اليوم اليوم ادمن واحد عم يكون ادمن ل 15 صفحه ب 30000 ليره بدمر تجربه، بحاول يدمر تجربه، هو التجربه لا تدمر. يعني عرفتي شو؟ بيسب وبقيم وبيحط وكذا. طيب واهل النقد يعني انت مين لحتى تصدر رايك؟ ببساطه يعني انت مين لحتى تصدر رايك؟ اليوم في ممثل بيكون رديء، يعني هي تصفايد حسابات. صحيح. رديء ما قدران يعمل شيء منيح، فبيلجأ لهي الطرق انه اخي فلان ما بدنا اياه يوصل، فلان ما بدنا اياه يعمل، راح يعمل. يعني هي مباراه بالنهايه. انا واحد عم يشوط الطابه، اللي ما بيقدر يشوط الطابه بده يفركش اللاعب، عرفتي شو؟ اما الطابه راح تفوت جول، يعني ما حدا رح يقدر يوقف وشها. لكن ما حدا بياخذ محل حدا، الاداء دائما هو اكبر دليل كمان على يمكن على النجاح. يعني دائما الممثل لما يكون واثق من نفسه ومن ادائه للشخصيه بشكل صحيح يكون راضي عن نفسه. بس في السوشيال ميديا اليوم لعبت دور كتير سيء، بانه صار مباح للنقد او الكومنتات او القصص يعني لمين ما كان، مثل ما ذكرت. مو بس الكومنتات، اليوم انت عندك صفحات مباحه. تمام. اعطيني فرنجين لاكتب عن فلان. ما بصير. يعني يعني انت عم تبيع راي وتشتري راي، بالنهايه انت رايك عم تصدره لمين؟ عم تصدره انت؟ صحيح. مين سمح لك انت اساسا؟ يعني انت مانك مشاهد عم تصدر رايك لاهل عائلتك، انت عم تصدر رايك لمجتمع. في ناس مختصه بهذا الموضوع. يعني في شيء ما مو صح. بالنهايه والله العظيم كل الناس اللي نقدوهم السنه، شباب رفقاتي ولا بنات، قدموا ادوار كثير منيحه. صحيح. وكل واحد السنه توجه له نقد بهي الطريقه او بهي النوعيه الرخيصه، انا بقول له ان شاء الله الف مبروك، انت عم توصل. لو ما عم توصل ما كان كان حدا اساسا سائلك. نعم. علاء، بنرجع لعام 2014 من بداياتك، يمكن دخلت الدراما من بالاعمال بالبيئه الشاميه، واليوم شفنا تجربتك بالستايل الاجتماعي. خلينا نحكي يمكن قديش هيك بتعني لك التجربه بالبيئه الشاميه او هيك، والاجتماعيه ايضا، اي فضلت اكثر واي الاقرب وحبيت اكثر لك؟ والله يعني هي القصة مو أيو فضلت. يعني مثل ما يعني حكيت قبل شوي، في عالم مثلا بتستصعب الشغل بالبيئة الشامية مثلا. طبعا، بس نحن ما بنعالجها هيك. يعني القصص تتعالج بالأدوات. أنت 1 2 3، عندي هاي الشخصية، بدي أشوف هاي الشخصية مع مين عايشة، شو المجتمع اللي حواليها، شو تاريخ الشخصية، شو تكوينها الاجتماعي، شلون تربت، إن كان مدير وإن كان شامي. في ادوار شامية احلى من ادوار مودرن، وفي ادوار مودرن اجتماعية احلى من ادوار شامية. الدور هو الحلو مو البيئة هي الحلوة. البيئة شو ما كانت عم يتقبلها الجمهور بده يتفرج على الشامي، بده يتفرج على تاريخي، بده يتفرج على كل شيء. عرفتي شو؟ بس انا الاقرب الي هي الشخصية اللي انا فعلا بعرف تاريخها تمام لحتى تكون محيط فيها. طالما احط بالشخصيه صار عندي معلمه، اعطيت الادوات. يعني اعترافك المبطن انه طارق هي الاحلى لحد الان من الشخصيات الاقرب الى علاء. والله طارق حلو. ونبتدي من الحكايه كمان. انا تهيئني هنيك، يعني تهيئني هنيك دور ظريف وبجو مع الاستاذ سيف سبيعي، جو فعلا ملائم انك انت تعطي شيء من جواتك. يعني الاستاذ سيف بيتعب على تفاصيل انت ما بتعرف انه هو عم يتعب عليها، بتلاقي حالك طلع شيء من جواتك، بتتفاجئ بعدين انه والله منيح. عرفتي شو؟ فالحمد لله. بس طارق ولبيب نبتدي من الحكايه، وبالغريب
كانوا اهم شيء انا ساويته المقربين او المحببين لقلبك اكثر. اكيد علاء، خلينا نحكي بعد الغريب، هلا عرضت عليك ادوار تانية، عم تحضر لشيء جديد، بلشت بافكار حتى بانك شاركت بالكتابه انه تعمل مشروعك الخاص، في افكار عم تكتبها؟ والله هلا انا انتهيت من عمل بسميه بيئه دمشقيه، ما بسميه بيئه شاميه. كتابتك؟ ايه كتابتي. كتابتك هذا انتهيت منه. هذا العمل بيحكي عن الشام ما بين 1920 و1925. منبلش من قصيدة نجيب الريس بسجن أرواد، من يظلم السجن يخيم، لعام 1924-1925. نمشي بصيرورة منمر على كافة الأحداث اللي مرت، وصولا لجماعات الشاغورية بقيادة حسن الخراط، والهجوم على قصر العظم. كان آمن مندوب السامي ساراي أحرق 600 بيت دمشقي، دك دمشق بالمدفعية. فمسلسل يحمل الانتفاضة النسائية، في ناس بدها تعمل اتحاد عام نسائي، في ناس بدها تعمل مثل نازك العابد. يعني عاطي صورة المرأة السورية بشكل صحيح. لأنه نحن ما يعني صلنا عمر ما شفناها. صحيح. يعني حرام، يعني نحن المرأة السورية ما أنا مكبلة مثل ما عم تطلع. يعني المرأة السورية هي حدا المتعلم المثقف، عم تتعلم، كان في مدارس، والرجل السوري ما هو الرجل العصابي اللي طلع. صحيح. اللي طلع في رجل دمشقي توجه للعالم، تصدر العالم انه هو رجل عصابي. لا، ما هو رجل عصابي، هو كان متعلم وكان يفهم وكان في تحرر وكان. طب ليش عم نصدر المجتمع دمشقي بهي الصوره؟ ما بعرف. فعم نحاول انه نورجيهم انه هذا يعني من وجهه نظر ثانيه، هي الشام من وجهه نظركم، وهي دمشق من وجهه نظرنا. يعني مثل هيك عمل ومثل هيك ابداع لشاب سوري، قديش بحاجه للدعم، قديش بحاجه لشركات انتاج انه هي تحتضنه وتحتضن اعماله وتحتضن موهبته، تحتضن دراسته لتاريخ عم يجسده على ورق ايضا. يعني الحقيقة هو بحاجة الشاب، بس القصص ما مو صح. يعني اليوم ما بعرف أنا شو الموضوع بالضبط، سوق هيك ماشي ولا هاي المنهجية اللي ماشيين فيها أنا ما أعرف شو هي. بس بالنهاية العمل المنيح بده ياخد حقه، عرفتي شو؟ العمل المنيح الجيد اللي هو بيتوجه لأكبر فئة من العالم، اللي هو بيرضي الأنفس اللي عم تفرج عليه، فهذا بده يتشاهد اجباري. بس السوق في عنا مشكله بالسوق، عرفتي شو؟ انه لا مو هيك بدهم، طب هيك بدهم، طب هذا غلط اللي عم تساوي، ايه بس هذا المطلوب، اوكي هذا المطلوب هذا المطلوب. بس نحن فعلا بحاجه لحدا يقول له تعال وين رايح، هات ايدك. يعني المفروض انه الناس اللي يطلع الضوء عليها بقى. أكيد. يعني كتير من الشباب عم يتخرجوا من المعهد أيضا وعم ما عم يلاقوا كتير فرص عمل، فعم يتجهوا للمسرح. طبعاً. هل حابب تجرب المسرح؟ والله أنا عامل ورشات مسرحية أنا مع الأستاذ كفاح الخوص وما كذا. طبعا يعني أنا جربت طلع على المسرح وجربت هاي الرهبة وجربت الخوف وجربت شو أنت بتتغلب على الذات. صحيح. يعني بلحظة بين أنه أنا شو عم بعمل وبلحظة أنت بتلاقي حالك، عرفتي شو، عم تنطلق. فجربناها وتجربة حلوة. يعني هي أهم، أكيد أنا برأيي أهم تلفزيون. بس اليوم جمهور المسرح ما عاد مثل قبل. الجمهور المسرح مقتصر على فئة مثقفة، عرفتي؟ لا والله أنا بعرضك الرأي على يعني بهالأسماء. يعني هلأ المسارح صارت مليانة، يمكن ايه مليانة، ولكن جمهور المسرح فيها جمهور. يعني في كتير من المسرحيات نحن منروح بدنا نحضر ما منلاقي بطاقة. لا بتلاقي في هو عم كومبلي. حتى مثلا لك والله بعرف هو كومبلي، بس الفئة اللي عم تتفرج عليك هي فئة محددة، انت ما عم تخاطب كل العالم. اما التلفزيون عم يصدرك لكل العالم، شاشة موجودة ببيتك، اي واحد عم يطبخ، اي واحد عم يتفرج، اي واحد عم يعني وانت عم تدرس عم تفرج على تلفزيون. صح. المسرح له فئة ناس فاضية بدها هاي الناس رايحة تغني شغف ثقافي عندها، بدها تروح تتفرج على مسرحية تشوف العالم شلون. فعلا المسرح يا بتمتلكه يا بيمتلكك. فالواحد وقت عم يروح يتفرج عليك، فانت يا بتطلع قدها يا بتطلع لا. التلفزيون لا، وبتعيد وبتخربط وبتقيم وبتحط. المسرح تجربة موجهة لعالم فعلا ما بتحتمل تشوفك عم تخربط. تجربة حقيقية، ونحن أكيد يعني مبسوطين بالمواهب اللي عنا، ونتمنى أكثر إنه مثل ما قلت يمكن كل الناس تقدر تروح على تحضر مسرح ويكون في دعم نوجه، مثل ما قلنا في دعم للمواهب الشابة، دعم للمسرح السوري وللممثلين والمواهب الشابة السورية.
بدنا نشكرك كثير، موفقة بخطواتك الجاية. الله يخليك إن شاء الله هيك رمضان اللي جاي مستضيفك وبيكون مسلسلك حاصل على هيك دعم منيح وإنتاج منيح وهيك موهبتك تروح لك إن شاء الله. شكرا كثير لكم وشكرا لكل اللي عم يشوفنا يا رب. شكرا لك يا علاء وبالتوفيق بكل خطوة عم تقوم فيها. شكرا وسلم كمان على أستاذ رشيد عساف، سلامات له. أكيد هلا بننتقل مشاهدينا لغرفة الأخبار للإطلاع على أبرز الأحداث على الساحة السياسية العربية والعالمية مع زميلتنا هلا العلي. يسعد صباحك يا هلا. يسعد صباحك زينب. موجز لأهم وآخر الأنباء بعد الفاصل. موجز العاشرة صباحا، أهلا بكم. أحبطت وحدات من الجيش العربي السوري هجوما لمجموعات إرهابية على النقاط العسكرية في محيط قرية جبة وتل كروم جبة بالريف الشرقي للقنيطرة. وذكر مراسل الإخبارية أن وحدة من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة اشتبكت مع مجموعات إرهابية تسللت من محور مسحرة باطنة العجرف باتجاه بعض النقاط العسكرية في محيط قرية جبة وتل كروم جبة بالريف الشرقي، وانتهت بالاشتباكات بإحباط محاولة التسلل بعد سقوط أغلبية الإرهابيين المهاجمين بين قتيل ومصاب. جدد شيوخ ووجهاء القبائل والعشائر العربية في محافظات إدلب وحماة وحلب خلال اجتماعهم اليوم في قرية وريدة الظاهر شرق بلدة أبو الظهور بريف إدلب وقوفهم خلف الجيش العربي السوري حتى إنهاء الوجود الإرهابي بجميع مسمياته من كامل المناطق السورية. ووجه المجتمعون الجيش على بطولاتهم وتضحياتهم في حربهم المتواصلة على الإرهاب والتي أثمرت عن تحرير مئات القرى والبلدات من رجس الإرهابيين ومن ثم إعادة آلاف المهاجرين إلى منازلهم بعد تأمينها بشكل كامل من مخلفات الإرهابيين. بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو أفاق حل الأزمة في سوريا بناء على قرار مجلس الأمن 2254، وكذلك جمع جهود لمعالجة مشكلات شبه الجزيرة الكورية. اعتبرت الصين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول ابتزازها من خلال تهديده إياها بفرض رسوم جمركية إضافية على صادراتها إلى الولايات المتحدة وتوعدت بالرد على أي خطوة مماثلة. وقالت وزارة التجارة الصينية أنه إذا فقدت الولايات المتحدة عقلها ونشرت قائمة بالسلع المستهدفة بزيادة جمركية فإن الصين ستجد نفسها مضطرة لاتخاذ مجموعة من التدابير الشاملة المتناسبة كما ونوعا واتخاذ إجراءات مضادة قوية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أنه سيفرض رسوم نسبتها 10% على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية مساعدا بذلك حربا تجارية مع بكين. هذا الموجز انتهى، عودة إلى استوديو. صباح الخير. شكرا لك يا هلا. أكيد مشاهدينا متابعينا بآخر محطاتنا. شو لقنا زينب؟ رح ننتقل لمحطتنا الأخيرة لليوم مع العمل الشبابي التطوعي. فلطالما كان الشباب على الدوام، الطليعة التي تضع الأمم عليها مستقبلا في علميات البناء وإعادة الإعمار. الاتحاد الوطني لطلبة سوريا واتحاد شبيبة الثورة والهلال الأحمر السوري والأمانة السورية للتنمية أيضا، بصمة شباب سوريا وبطركية أنطاكيا وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس تداعوا ليكونوا على الموعد مع حملة سوا بترجع أحلى لتكون نموذج يحتذى به على صعيد الشباب المتحمس والغيور على الوطن. لنتعرف أكثر على هالحملة بصرنا يكون معنا بصباحنا اليوم محمد طبنجة عضو قيادة رام عهد دمشق للاتحاد الوطني لطلبة سوريا ومطانيس عطية متطوع من بطركية أنطاكيا وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس.
يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا. صباح الخير. بالبدايه من عند حضرتك محمد. محمد خلينا نحكي عن هالحمله اللي جمعت خلينا نقول كل الشباب السوري المتطوعين والجمعيات الخيريه يلي صار لهم فعاليين سنوات من عمر الازمه. الفعاليه اولا بلشنا احنا تقريبا صرنا تقريبا شهرين. امتدت الفعاليه تقريبا من 14/9 من 4 من شهر 4 لحد الان مستمر الفعاليه. هدف الفعاليه كان هدف الفعاليه موجوده أعمار مساهمة بالأعمار الموجود من مدارس أو مستوصفات يعني لتأهيل وتدريس الأولاد الموجودين ضمن الغوطة الشرقية والغربية. كان عندنا كتير شغل موجود عدة مناطق اشتغلناها. شو هي المناطق المستهدفة كمان؟ المناطق الموجودة نحن سأبا، كفر بطنة، زملكة، عين ترمى، وكان عندنا زملكة مستوصف ومدرسة اشتغلنا كمان مستوصفات، وبس الكادر الأساسي اللي كان عندنا كان موجود ضمن المدارس هنشتغل فيها. هدف الفعالية هي أكيد جمع روح الشباب الموجودة وروح التطوع الموجود عندنا موجود من الكادر الموجود عندنا. نعم أكيد. خلينا نحكي بس ننوه على شغلة إنه بطانيوس اعتذر معنا عبد الغني غنوم. رح نحكي أكثر عبد الغني عن دور البطركية أيضا بهي. محمد يعني خلينا نحكي شوية كيف لمستوا النتائج اللي وصلت لها الحملة وشو أنجزتوا على أرض الواقع من الخطط اللي حطيتوها؟ هلا النتائج عنا كانت موجودة تقريبا مدارس على وشك الانتهاء ومدارس في المستوصف على وشك الانتهاء. نحن تقريبا ضمن الغوطة الغربية والشرقية على وشك الانتهاء أنجزنا شيء. كم مدينة خدمتوا؟ تقريبا المناطق 5 ومنه دارية كمان الغوطة. منطقة دارية كمان كان عندنا مدرستين كمان على وشك الانتهاء تقريبا يعني الحملة تقريبا يعني أو أسبوعين أو ثلاثة بنكون خالصين نحن ضمن الغوطة. آخر هلا بقينا عندنا تشطيبات. المدارس كانت أول شيء وضعهم كتير برسا لهم يعني أول شيء حققنا شيء فترة زمنية كتير قليلة من تأهيلها من أول وجديد من كهرباء من صحية الموجودة إلى آخر الموجودة إلى ما كان موجود فيها نهائيا المدارس. الأماكن اللي وصلنا لها نحن تقريبا قلنا لكم المناطق الموجودة هي كفر بطنة وعربين وعين ترمى وزملكة. نحن تقريبا كلها هدول المدارس اشتغلنا فيها. كان عندنا التركيز الأساسي كان عندنا مدرسة عين ترمى. نحن كان بدايتنا قلنا بعين ترمى إنه مدرسة كبيرة وكانت تحوي كثير عدد من الطلاب الموجودة. حاولنا نباشر بالأوليات إلى أول شيء. نعم. عبد خلينا هيك شيء نحكي يمكن من حكي محمد إنه أكيد كل شيء بده تهيئة من أول وجديد وخاصة يمكن الأطفال ونفوس الأطفال يلي كانوا محاصرين بين الجماعات الإرهابية المسلحة ويمكن هن انحرموا لفترات طويلة من العلم من الطبابة ويمكن كانوا عم يتغذوا غذاء غير صحي مثل أكيد ما شفنا ومثل ما لمسنا على أرض الواقع. خلينا نحكي اليوم من بعد بدء هي الحملة ومن بعد المجهود يلي أنتوا قمتوا فيه شو هنن أكثر النقاط يلي بدها دعم أو شو هي الصعوبات يلي واجهتوها ويمكن جمعتين أو ثلاثة غير كافية لأنه تعطي أكيد. كل طفل حقه. تماما. بداية الأطفال اللي موجودين بالغوطة أعمارهم حساسة يعني هاي الأعمار هي نشأة على شيء غير صحيح. تمام. تماما. فنحن المرحلة الأولى اللي عنا إياها كانت الأولوية أنه يرجعوا للمدارس
هاي كخطوة أولى بتعزز عندهم الانتماء، بتعزز الخلفية الثقافية عندهم، التعليم الصحيح اللي راح يصير لهم بداية هذا الشيء راح يصير. بس الشيء الآخر اللي ممكن إنه نركز عليه حالياً اللي هو الدعم النفسي للأطفال، يعني هي كشريحة أكثر شريحة حساسة ضررت من خلال هاي الأزمة. فمثل ما قلنا إنه إعادة تأهيل المدارس هي مرحلة أساسية وأولى وهي أولوية، وطبعا ممكن يصير في مشاريع تانية لدعم الأطفال ودعم الشباب، يعني كتير شرائح من المجتمع بدها دعم بعد هالأزمة. محمد، يعني حكينا عن دور البطركية، خلينا نحكي شوي عن دور الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، خلينا نحكي دوره هلأ بهي الأزمة مثل ما قال عبد الغني، يمكن بنشر الوعي، بتشجيع الأولاد اللي انقطعوا فترة طويلة عن العلم والدراسة، تأهيلهم نفسيا، نحكي عن هذا الجانب. أكيد الاتحاد الوطني وإله كتير نشاطات موجودة عندنا. أول هنن كان أول شيء إنه هدفنا أول شيء كان إعادة المدارس أول شيء، بعدين نحن بننتقل لخطة تانية، خطة بحط المكتب التنفيذي الموجود عندنا إنه إعادة تأهيل أو بيكون في فعاليات منظمة من طريق المكتب التنفيذي الموجود عندنا. بيوجد هالشيء آليات إنه للأطفال أو أي شيء توعية، نسوي لهم برامج توعية للأطفال. تقريبا هيك يعني. نعم، لكن محمد وعبد نحن هيك يعني اليوم بسطنا بانه تعرفنا على هي الحمله معكم. عبد، كلمه اخيره بتحب توجهها لخلينا هيك نستهدف الشباب يلي عم يشتغلوا يلي عم يتعبوا بتطوع وبكل روح ومحبه وبالقلب عم يتعاملوا؟ اكيد بالنهايه الشباب اللي عم بيشارك معنا والمتطوعين هني الإيد لهالبلد، ولولاهم ما في شيء بصير. بالنهاية نحنا حبنا للبلد عم نترجمه على أرض الواقع بهذا الشيء اللي عم نساوي، والبلد بعزة كل شبابه اللي جوا واللي برا. أكيد. حماد، كلمة بتحب توجهها؟ بحب وجه إنه على حسب نحنا ما كان بالغوطة الشرقية أو بالغربية، الشباب الموجودين عنا روح المحبة والتآلف اللي كانت موجود بيناتها بيعطيك دافع شيء أكبر. موجود تشتغلي شيء أكبر الموجود لهالبلد إن شاء الله. أكيد، ونحن بنتمنى هيك دائما الشباب السوري يكون إيد وحدة وقلب واحد. شكرا كتير محمد، شكرا عبد، شكرا لكم، شكرا لوجودكم يا شباب، وتحيتنا لكل الشباب اللي كمان عم بيعاونوكم بأعمال ترميم المدارس. شكرا لوجودكم معنا. هي حلقتنا وصلت للختام، رح نبقى على الموعد كل يوم الصبح الساعة 9، فابقوا معنا لكل اللي بيحب يبقى على اطلاع على آخر الأحداث والمستجدات، ابقوا برفقة شاشة الإخبارية السورية عبر تغطية المستمرة على مدار اليوم. تحيتنا ومسك الختام دائما للرجال، رجال الجيش العربي السوري، الله يحميكم، وأكيد لكل الشباب اللي عم بيقوموا بأنشطة اللي هن هلا دعامة المستقبل وبناؤه. شكرا لكم مشاهدينا، وشكرا لك ليا. ميرسي لك زينب، وأكيد بدي أتشكر كل المشاهدين، وختامنا رح يبقى يحمل الأمل بوجودكم وصمودكم أبطالنا بالجيش العربي السوري. أكيد لكل الناس إن شاء الله بقية نهار بيحمل كل المحبة، الأمل، العطاء والنجاحات. شكرا كتير لكم، لقونا بكرة بحلقة جديدة. باي باي.